بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا صلى محمد الله وعبد عليه الله وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. وما زلنا مع سنة الإمام الدارمي، وما زلنا مع كتاب النكاح. قال: باب إذا تزوج الرجل ما يقال له. قال: أخبرنا محمد بن كثير العبدي البصري قال: أخبرنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: سمعته يقول: قدم عقيل بن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني دشمن، فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال: لا تقول ذاك. أجل بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، هم يقولون ذلك من أجل أنهم كانوا يبغضون مسألة النساء ويؤذون البنات، فقالوا الرفاء والبنين على اساس ما يكونش فيها بنات، الامر ما يكونش فيه بنات. لا مفتوح شيخنا المقصوره بالرفاء، بالرفاء او بالرفاء. فقال: لا تقول ذاك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وامرنا ان نقول: بارك الله لك وبارك عليك. ثم قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ورحمه الله الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع لإنسان قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم، هنا في قوله رفأ معناه دعا له، وموضعه أنهم كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين كما قلنا نفرة من البنات، وهذه كما تقولها أهل الجاهلية، فورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال: قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، ودل الحديث على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا، حتى سمع كل سمي كل دعاء بالمتزوج ترفئة، يقول رفأ يعني دعا له، رفأ يعني دعا له. واختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل أنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر الله تعالى، وقيل لما فيه أيضا من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر. أما الرفاء فمعناه الالتئام، الرفاء شوف الذي يعمل اسمه الرفة، الرفاء هو الالتئام، يلتئم هذا مع ذلك الرفاء. وقال ابن المنير أو المنير الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية، لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره، كأن يقول: اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا، أو ألف وألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك. والحديث فيه أيضا الدعاء للمتزوج بالبركة، وهو المشروع، لا شك أنها لفظة جامعة عندما جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره وغيره. ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت؟ قال: نعم. بكرا أم تائبا؟ قال: بك. قال: اللهم بارك لك، اللهم بارك لك. فهو أصلا ورد أيضا في السنة أنه يقول: اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما واجمع بينهما في خير وعلى خير، بارك الله لكم وبارك عليكم. وهذا فيه دلالة أولا على حسن التعامل بالدعاء، حسن الدعاء له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكرم بأبي هو وأمي، وفيها تغيير عادات الجاهلية واعتقادات الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون أن الشؤم فيها البنات وكانوا يعيدون البنات، وفيها تصحيح المسار عندما قال له بالرفاء البنين قال: لا تقول ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول ذلك، بل قل بارك الله لك وبارك عليك. الفوائد المستنبطة: مفارقة أهل الجاهلية باعتقاداتهم وأخلاقياتهم إلى موافق الشرع، تعليم الجاهل، إظهار الحجة بالأثر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.